بداية خلينا نبتدي مع الصحافة الفرنسية ونبتدي مع جريدة لوبينيون، وهو السؤال اللي لم تتم الإجابة عنه: هل الهجوم على مستشفى الشفا كان خطأ كبير من المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللي اعتقدت بشكل خاطئ أن المستشفى كان بمثابة مخبأ لمنشآت حماس الأساسية؟ لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل المقال. يعني هي بالفعل زي ما حضراتكم اشرتم في المقدمه، بعض وسائل الاعلام وبعض الصحف الغربيه لا تزال على انحيازها الواضح للروايه الاسرائيليه ومحاوله تبرير الجرائم الاسرائيليه، وللاسف ده بيزيد من حاله التزييف وحاله تغييب الوعي لدى كثير من القطاعات في الداخل الغربي او في الدول الغربيه بشكل عام. منها على سبيل المثال التقرير اللي بنتكلم عنه، انه الحقيقه بيتم تصوير الامر وكانه خطا عسكري او خطا من جانب بعض اجهزه الاستخبارات في اسرائيل، دون الاشاره الى ان هذه الجريمه تمثل جريمه حرب مكتمله الاركان، المستشفيات والمرافق الحيويه والمرافق التي تقدم خدمات للمدنيين هي مرافق محميه بحكم القانون الدولي الانساني ولديها حمايه دوليه واضحة. وللأسف الشديد هنا حديث فقط عن أن ربما يكون هناك تقديرات خاطئة. الحقيقة أن هذا التقرير يحاول أن يغطي على الخطيئة الإسرائيلية، على محاولة اقتحام أكبر مستشفيات قطاع غزة وطرد آلاف المرضى والمتحصنين في المستشفى، ويحاول تصوير الامر او تبسيطه او تهوينه على انه مجرد خطا استخباراتي، وان هناك ربما سوء تقدير من بعض هذه الدوائر لم تستطع ان تتوصل الى الحقيقه. ولكن للاسف الشديد الحقيقه الثابته هي ان اسرائيل اقتحمت كل المستشفيات تقريبا في منطقه شمال غزه وفي وسط غزه، وتحاول ان تجلي او تطرد كل المدنيين المتحصنين في القطاع والمرضى الذين يتلقون العلاج في محاولة منهم لتحويل حياة هؤلاء المدنيين إلى جحيم ودفعهم للنزوح القسري من هذه المناطق. وبالتالي أتصور أنه حتى إذا حاول التقرير أن يزعم بعض الموضوعية أو أنه يقدم معلومات، إلا أنه للأسف الشديد يتجاهل الحقيقة الأساسية، وأن هذه الجريمة هي جريمة حرب مكتملة الأركان.